إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة التحدي، وفي إطار دائما البحث في مجال القضاء والفساد القضائي كنجيو اليوم في هذا السكوب باش نهضروا على واحد السيد سميتو الزواكي محمد، اللي هو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. هذا السيد هذا كان في طنجة قبل، في محكمة الاستئناف في طنجة، وكان عنده علاقات كبيرة، وكان عنده واحد إلا قدرنا نقوله شبكة علاقات فيها حتى المرنيسي اللي هضرنا عليه هاد السيمانة، وكلاء عامون، قضاة، الناس ديال الأمن، وين الكحل، وانتم راك عارفين الكليان ديال هاد السيد مادام أنه في طنجة شكون غيكونوا؟ غادي يكونوا طبعا ناس من إياهم، ناس عندهم علاقات بالتجارة الدولية بالمخدرات، عندهم المهم راكم عارفين طنجة والشمال وشنو وقع فيها. وهو كذلك ينتمي للجمعية الحسنية للقضاء، وما أدراك ما الجمعية الحسنية للقضاء، وتابع لنفس المافيا اللي كنهضروا عليها دائما، المافيا اللي كنعاودوا الأسماء ديالها كتعاود كل الوقت، ناس مسؤولة كبيرة كيهضروا عليها على أنها ناس نزيهة، ناس كذا، ناس هادي، ناس هادي. هنا غادي نطرحوا مجموعة من الأسئلة على السي الزواكي محمد. منها اول سؤال، شكون هو اللي عاود لك البيرو ديالك وفركسو؟ اش منك يا باركي، واش منك يا بيرو كراسة؟ غير الكراسة 6000 درهم للكرسي، واخر ما كاين في البلازما والريدويات والديكورات وكل ما يمكن ان يخطر على بال. تقريبا تما قال لك كاينه واحد على الاقل واحد 20 مليون سنتيم، الا ما قلنا والو. وعلاش هاد الاصلاحات هادي تخدمات بالضبط نهار الجمعه والسبت والحد ماشي ايام اخرى؟ وشنو كان المقابل ديال هادشي كله السي زواكي؟ ياك ما داك خينا اللي كان في تدابير الحراسه النظريه في ديك جمعه سبت حد، واللي طلقتيه بصراحه مؤقت يوم الاثنين. المشكلة أنك عارف كاين زوبعة في القضاء، وعارف القضية نايضة، وعارف باللي كل هالناس خايفة على راسها، ولكن أنت درتي هاد الشي، طلقتي الصراح ديال السيد إرضاء للكليان الطنجاوي ديالك، راك عارف على من كنهضر. وسبق له خدم معك هاد الكليان هذا، وجهز لك حوايج أخرى، وتهلا فيك في حوايج أخرى، وهنا غادي نسولو المسؤول ديالك، المرؤوس ديالك. اللي هو السي التزاري، باعتبار على انه الرئيس المباشر ديال السي الزواكي. السي التزاري يلاه هضرنا عليك مزيان وقلنا انسان رد البال، وانسان سيفير، وانسان جاي بين كيبين على انه باغي يخدم. بغينا نطرحوا عاود عليك شي اسئله كذلك، واش في راسك هذا الشيء اللي كيوقع ولا لا؟ باللي هذا البيرو هذا راه تصلح جمعه وسبت وحد، واش خدا منك الاذن ولا ما خداش الاذن باش يصلح هذا المكتب، اولا دار داكشي منه الراسو؟ وبغيت نقول لك باللي راه هو واحد من الناس اللي كنا هضرنا عليها وقلنا لك رد بالكم منهم، راه دايرين بك شي وحدين ناعسين على شي ملفات خانزه، وراه غادي يقدو يورطوك باعتبارك المسؤول ديالهم، واللي مفروض تكون عارف الصغيره والكبيره في ديك الاداره اللي راك كديرها السي التزاري. واحد من الملفات اللي ناعسين عليها كنهضروا عليه دائما وكنرجعوا عليه هو ملف بنت طامو العبديه. هذا السي صاحبنا السي الزواكي راه كلف به، نعطيك حتى الاسماء، كلف به رضا الشرقاوي. رضا الشرقاوي اللي كيعطي 5 مليون في الشهر الانيس محمد انيس باش يبقى في داك المنصب ديالو ديال الشيكات والشكايات و و و حيت فيه القرمومه. هاد الملف هذا ديال بنت طامو العبديه الا ما كانش في بركه السي التزاري انا غادي نعلمك، راه كياكلوا موراه فلوس باش يحاولوا يحميوا المتورطين في هاد القضيه هادي. وهذا راه واحد من الدواصل اللي كثارين كاينين عندك تما، واش خبارك ما في خباركش الله اعلم، هاد الدوسي هذا راه كياكلوا منه باش المتورطين يفلتوا من العقاب. ومن بين هاد المتورطين راه كاين خالد بن هاشم، والقاضي وليد الطالبي، والقاضيه الزوجه ديال وليد الطالبي اللي هي مريم الزيزاوي، اللي هي بنت
بنت اخت بنت طامو العبديه، يعني كتقول لها خالتي. واش هادشي كله فراسك ولا ما فراسكش؟ يعني الا كان غير واحد من الملفات كياكلوا به هاد الاموال هادي، راه كعكه كياكلوا منها ديما. بغيتي الملف ديالك يبقى ناعس كح، وهذوك الناس راه كيكحوا. كيفاش كيكحوا؟ الله اعلم. واش شهريا؟ واش كل منط الزباعه؟ واش كيفاش؟ واش انت هادشي فراسك ولا ما فراسكش؟ الا ما كنتيش فراسك راه خصك تنوض تصرف قبل ما الامور تزيد تخرج على السيطره، ويوليو هاد الناس هما اللي متحكمين في القضاء الصغيره الكبيره. او لا، اما الا كنتي واكل من الكعكه هذيك شكل اخر، هذيك خصنا حتى هي نشوفوا القضيه ديالها كيفاش، ونزيدوا نبحثوا فيها باش نطلعوا شنو اللي واقع عندكم في المحاكم ديال الدار البيضاء. راه هادشي عيب، هادشي حشومه، على ان وكيل الملك كيتسنى مواطن باش يجي يعاود له البيرو. علاش ما يطلبش من وزاره العدل باش تعاود له البيرو؟ علاش ما يديرش طلب؟ علاش؟ واش دابا حنا المواطن هو اللي كيصرف على الدوله، ولا الدوله هي اللي كتصرف على الموظف؟ الموظف خص الدوله اللي تصرف عليه، ماشي المواطن اللي يصرف عليه، لان هذاك الموظف في خدمه المواطن. وكاين وزاره ماليه عندها دي بيدجي كيخرجوا لهاد المسائل هادي. فكفاعبة وكفى تلاعبا بالقضاء وكفى تلاعبا بالقيمه ديال القضاء وبالسمعه ديال القضاء، راكم شوهتوا البلاد وشوهتوا راسكم وشوهتوا القضاء. هادشي راه عيب، وهادشي راه خصو يحبس. هادي وحده من بزاف ديال الحوايج، ان والله العظيم الا الضغط كثر علينا حتى صافي ما بقيناش قادرين اننا نستمروا بالسرعه اللي كنا مستمرين بها، حيت هادشي كيتكب بحال 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 شي واد ما بغاش يحبس. فلهذا قررنا اننا نمشيو دقه دقه ونبداو نخرجوا شويه بشويه. دابا راه طحنا على الملف ديال لسامير، ولكن نحاولوا بعدا نكملوا علينا الملفات القديمه اللي مازال ما كملناهاش. كاين واحد الحلقه ديال التهامي البناني اللي خصها تنزل قريبا، كاين واحد السكوب واحد اخر فيما يخص طبيبه التشريح، كاين الحلقه اللي كتتبع بالنسبه للبسامات، وغادي يجيو ناس عندهم علاقه عاود كذلك مع بسامات، ناس جداد وناس متورطين عاود كذلك. فلهذا غنمشيو دقه دقه، ولكن لن ننسى على ان التركيز ديالنا على القضاء، لانه عمود من عماد الدوله. من بعد الى سالينا مع القضاء غادي ندوزو للصحه وندوزو للتعليم وندوزو للامن. الامن خلاص راه كنهضروا عليه كلما اتيحت الفرصه وكلما نزلت شي حاجه جديده. تحياتي لكم جميعا، وكنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، والى اللقاء، وتحياتي للمعتقلين السياسيين في المغرب.